في ظهور نادر له سلم الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا منصبه كقائد شرفي لكتيبة المناطق إلى كاميلا زوجة نجله الأمير تشارلز، وذلك بعد 67 عاما من ارتباطه بفوج المشاة. وأصبح فيليب دوق إدنبرا القائد الشرفي لكتيبة المناطق منذ تشكيلها في عام 2007، لكن ارتباطه بالفوج يعود إلى عام 1953 حيث تولى القيادة الشرفية للكتائب المتعاقبة التي تشكل الفوج.